أول شيء أول أغير نظرتهم إلى اليمن يعني بسبب تشويه وسائل الإعلام عنها وعنها ولا ألين قلوب وأرق أفئدة. اليمن بلاد جميلة جدا. بس أعرف يأخذوا الناس عليها نظرة سيئة أولا. بالنسبة للمجتمعية أنا معتقد من أحلى الناس وأطيب الناس. وبس أعرف لو يكون يوجههم من يدعمهم. يعني ولهم الناس عمليين الناس طموحين. أسر بسبب المشاكل الحياة مشاكل تبصر ناس منعزلين ما فيش يعني مجالات الفرص العمل قليلة سبب فرق كبير في وقتهم وأتمنى أن الناس يعني يكونوا مثل الشباب الكافي فأنا أعتبر إنه قرض مبدئيا كويس جدا يعني في أسلوب التكافل أسلوب المعاملة أسلوب يعني عدو مبتدئ مع الشباب الناميين العدو مبتدئين فكرة كويس يعني تشجعهم أما بالنسبة للبنوك الثانية ما أتعاملش معها بطبيعي أن واحد يبلغ يعني لازم معقول بعدها يتحسن في النشاط التجاري توسع في النشاط التجاري يعني فتح الجنب هذا أدى في المشاريع أنا أعتبر شاب من الشباب المكافح وعندي آمال يعني ممكن وأطمحني تتحقق